معاكم شريان جنينه متخصصه التربيه الايجابيه وتعديل السلوك. النهارده كنت في ايفنت حكايه صحه. الايفنت ده تاني مره احضره. بجد ايفنت منظم جدا، فيه انشطه كتير جدا، محاضرات لاكبر دكاتره في اسكندريه. انا استمتعت بكل المعلومات اللي انا خدتها من الدكاتره الكبار. النهارده كانت محاضرتي عن ازاي ان انا اربي ابني تربيه نفسيه سويه، ان انا ابقى بشجعه مش بمدحه، ان انا اكون مش بنقذه في كل مواقف وصيبية هو يتحمل نتيجة اخطائه. حاجات كتير جدا بنعملها غلط، ازاي اتجنبها واعمل ايه بدلها عشان ابني لما يكبر ما يبقاش عرضة ان هو يبقى مريض نفسي. انا سعدت جدا بكل الناس اللي قابلتها واتكلمت معاها، وكان ايفنت جميل، واشوفكم كل سنة في ايفنت حكاية صحة ان شاء الله.